مارك لي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب ينضم إلينا. مارك أهلا بك معنا. يعني الدولار تقريبا عند أدنى مستوياته في حوالي الأسبوعين، ولكن هذا يأتي بعد ارتفاعات شهدناها في بداية العام. البعض اعتقد بأن الارتفاعات التي شهدناها كانت فقط عمليات تصحيح قبل أن يستمر ويعود إلى التراجع، البعض الآخر رآها بأن هذه إشارة بأنه انتهى ضعف الدولار. في أي صف تقف مارك؟ أنا أتفق معك، رأينا علامات على التعافي الأسبوع الماضي، لكن هذا الأمر كان قصير لأجل ربما كان جني أرباح والأسواق تلتقط أنفاسها. الدولار تعرض لضغوط بيعية كبيرة هذا الأسبوع، وهذا الأمر ليس مرتبطا ب هذا الأمر مرتبط بالرهان على الحزمة التحفيزية، لذلك رأينا ضعفا في الدولار والسلع ترتفع والأسهم ترتفع. البارحة صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وكانت أقل من المتوقع، والدولار تعرض لضغوط. لماذا؟ لأن المضاربة على المدى القصير، التراجع في التضخم حاليا يعني أن تقليص المشتريات سيؤجل إلى وقت لاحق، وباول قال إننا بعيدون عن سوق العمل القوي وهناك أمور كثيرة يجب أن تنجز، وبالتالي مع استمرار ضعف الدولار لابد من الذكاء في الاختيار. المثالي هو شراء زوج الاسترليني مقابل الدولار، لأن هناك برامج تلقيح كبيرة في المملكة المتحدة، والاسترليني عند أعلى مستوى في 2008، وهذا الأمر واضح من الحركة السعرية، وبالتالي كان هناك شراء عند الانخفاض، رأينا مستويات مقاومة كسرت. إذن بالتأكيد أنا أراقب هذا السوق للشراء، شراء زوج الاسترليني مقابل الدولار. طيب ماذا عن اليورو الذي يعني يعود إلى مستويات فوق الدولار و21 سنت، وهذا بعد أن تراجع إلى دون الدولار 20 خلال الأسبوع الماضي؟ مقارنة مع الاسترليني اليورو متأخر في مجال التلقيح، ومنطقة يورو ستتأخر في التعافي الاقتصادي. أنا أبتعد عن زوج اليورو دولار حاليا، هاتان عملتان ضعيفتان، وإنما قد أبيع اليورو استرليني، وكما قلت أركز على الاسترليني مقابل الدولار. دعنا ننتقل معك إلى المعادن الثمينة، الذهب. لم نعد نشهد اندفاع نحو المعدن الأصفر، هل تعتقد بأن يعني حالة الهدوء أو الفتور قد تستمر، أم أنه قد نعود لنشهد انتعاش من جديد؟ بالنسبة لي الفضة ملفتة للانتباه، كان هناك عملية أو ظاهرة الشورت سكويز في الفضة، وهذا الزخم انتقل من الأسهم إلى السلع. لعبة الفضة بدأت كما حصل مع جيم ستون، لكن الأسواق استقرت وكان هناك دعم عند 26 دولارا للفضة. ربما يتجه الانتباه إلى مكان آخر، لكن شراء الفرصة أو شراء الفضة فرصة، لأن الفضة في اتجاه صاعد برأيي. من الناحية الفنية رأينا ارتداد من 26، وهذا مستوى مناسب لمراعاة المخاطر. بالنسبة للأساسيات هناك التداولات الداعمة للفضة التي تعتبر جزءا مهما من إنتاج مصادر الطاقة النظيفة مثل البطاريات وألواح الطاقة الشمسية، وهذا القطاع يسجل نموا سريعا. إذن هناك طلب أساسي على الفضة، وهذا الأمر سيدعم الفضة في السنوات المقبلة. أنا أراهن على صعود المعادن الثمينة ولا سيما الفضة، وأتوقع أن نصل إلى مستوى 30 في الفضة في الأسابيع المقبلة. أخيرا مارك، أريد سألك أيضا عن النفط. أعلم أنك أيضا تتابعون التحركات الأخيرة التي شاهدناها، يعني خام برنت لازال فوق مستويات 61 دولار على الرغم من التراجعات الطفيفة التي نشهدها اليوم، إلا أنه يحافظ على مكاسب قوية جدا منذ
بداية نوفمبر، يعني من بداية نوفمبر تقريبا شهدنا ارتفاع بأكثر من 60%. هل هنالك المزيد؟ لا أعتقد أن أسعار النفط سترتفع أكثر، فبرنت وفوق $60 يوم الاثنين، وكانت هناك قفزة كبيرة من آخر 7 تقارير لإدارة معلومات الطاقة جاءت وتشير إلى تراجع المخزونات. هذا الأمر يعني أن احتمال الارتفاع حاليا محدود، لم نعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. هناك عدم يقين بخصوص طلب على المدى القصير. نعم هناك إحراز في نشر اللقاحات، لكن المستقبل غير واضح، وخاصة موضوع قيود السفر. هذا الأمر يعني أن الطلب على النفط لن يكون واضحا، وبالتالي هناك ربما محاولات لجني الأرباح. هذا الرالي في النفط كان مفيدا أو مستفيدا من ضعف الدولار، وهذا الرالي وصل إلى نهايته، وبالتالي هناك انفصال مع الأساسيات عند هذا المستوى، ونحن عند هناك تشبع شرائي، ولا بد من الحذر، وخاصة مع اقتراب عطلة نهاية رأس السنة أو رأس السنة الصينية، والصين بلد مهم فيما يتعلق بالنفط، وبالتالي قد يكون هناك جني أرباح. هذا الأمر سيضغط على أسعار النفط في الأيام المقبلة برأيي. مارك لي، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.